نشوف هذا التقرير عن احتفالية عيد الأم التي أقامها قطاع السجون في داخل منطقة سجن طرة بمناسبة عيد الأم، وكان فيها ممثلين المجتمع المدني والفنانين في محاولة يعني للاحتفال بعيد الأم ومحاولة التسرية عن المسجونات. هن نزيلات في السجون بدرجة أمهات، لم يمنع قضائهن للعقوبة أن يحتفي بهم قطاع السجون بمناسبة عيد الأم، فهذه عقيدة راسخة في السياسة العقابية التي تطبقها وزارة الداخلية، وتوفر من خلالها كافة سبل الرعاية للنزلاء والنزيلات بخاصة الأمهات، وهو ما أكدت عليه النزيلات. الحفلة جميلة، احنا ما كناش متوقعين ان هم يعملوا لنا حفلة عيد أم، بس احنا بنشكر الرئيس وبنشكر المسؤولين اللي عملوا الحفله دي. بنتي معايا الحمد لله ما فيهاش اي حاجه وكويسه، وما بتتعب بيطلعونا المستشفى نكشف. في رعايه وكل اسبوع بيدونا حاجات للطفله. قطاع السجون نظم احتفاليه للنزيلات بمناسبه عيد الام بمنطقه سجون طرة، وشهد حضورا من منظمات المجتمع المدني وبعض الفنانين، وتم توزيع هدايا رمزيه على النزيلات الحاضنات وأطفالهن. اليوم شهدنا مبادرة ولفتة إنسانية تتصل بمفهوم الرعاية الاجتماعية خلال الاحتفال بيوم عيد الأم مع السجينات وأطفالهن، خصوصا الأطفال الرضع. كل واحدة معها أولادها، وده اهتمام حقيقي ورعاية جميلة جدا، وبشكر طبعا كل القائمين. كنا فرحانين جدا واحنا جايين هنا عشان برضو نبقى في وسط امهاتنا واخواتنا، لان دول برضو امهاتنا واخواتنا. سعيده جدا، بشكرهم جدا وزاره الداخليه ومصلحه السجون انها اقامت على الحفل الجميل الرائع ده، والكم الهدايا اللي هي اديتها لهم وبعتتها لهم، وقد ايه طبطبت عليهم وقد ايه جبرت بخاطرهم. هذه الاحتفالات بتحسسهم ان هم مش منفصلين عن الخارج، وان هم جزء من المجتمع، وان الدوله بتقدرهم وبتحتفل بيهم، ومش معنى ان هي اخطات وبتقضي فتره عقوبه انها منبوذه من المجتمع. كل دي رسائل مهمه النهارده الحفله بتقدمها للسجينات، وبتقول لهم ان احنا منتظرين ان انتوا تخرجوا بتدريب حرفي، بتاهيل نفسي، وتندمجوا في المجتمع ونطوي صفحه السجن دي خالص. وقد اشاد الحضور بما لمسوه من رعايه مقدمه للنزيلات وبتلك الاحتفاليه التي تؤكد حرص وزاره الداخليه على اعلاء قيم حقوق الانسان وتقديم كافه اوجه الرعايه لنزلاء السجون. الرعايه واضح انها رعايه كامله، بدليل انكم عاملين لهم احتفاليه عيد ام، وبتدوا كل ام هديه لها ولاولادها. شكرا ليكم، وشكرا لكل حد ساهم في إسعاد الناس دول. ما لمسناه وما نلمسه من رعاية وتأهيل للمسجونين والسجينات نقلة حضارية في تاريخ مصر، لأن مصر بلد الحريات، وفعلا حقوق الإنسان وحقوق السجين أو السجينات شفناها ولمسناها، فإحنا بنشكرهم جدا وبنقول لهم باسم كل الفنانين شكرا على هذا المجهود العظيم، شكرا على هذا الفكر المتطور. وتشكل تلك الاحتفالية إضافة إلى ما تقدمه وزارة الداخلية من رعاية لنزلاء السجون تأكيدا واضحا على أن التقويم في السياسة العقابية هدف، والإصلاح غاية، إلى أن يصبح النزيل نافعا لمجتمعه قادرا على الاندماج فيه. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.